صيدلية دكتور، صيدلية دكتور، يعني احكي لي عن عدد الحالات اللي شفتيها النهارده وايه اشكال الاصابات بالظبط. على اول الحالات من الساعه 8 اول الحالات كلها جت كلها ضرب خرطوش، كان كله مضروب بيه خرطوش، كانت حالات كلها معظمها بسيط، وكان فيها اتنين صحفيين المجموعه اللي كانت موجوده الاولانيين، جم في حدود يعني لحد 20 حاله كده كان خرطوش، وبعدها بدا يجي بقى رصاص الحي والطعنات والحاجات دي بكميات كبيره. احنا طبعا هنا عشان امكانيات المستشفى على اساس احنا مستشفى خاصه عملنا اكتر، فبنعمل اسعافات اوليه، وفي حالات فعلا اتحولت بره على ترولات، واحنا استدينا قفلنا بربوش الضغط وحاجات من دي، لكن حالات على فكره يعني احتمال كبير ما تلحقش توصل، عشان عربيات الاسعاف اللي كانت جايه من اكتوبر ومش كلهم من هنا، فكانوا بيجيبوا علينا احنا عشان احنا المستشفى الوحيده اللي في المقطم وقريبه من الحته. حضرتك الاصابات اللي هي نفس الاصابات بتاعت المقطم؟ الاصابات كلها الاول كانت ضرب خرطوش لحد 20 30 وبعدين دخلوا قيمه 20 30 تانيين كلهم طلق ناري. كله طلق ناري ونافذ وفي جروح نافذه. من ورا لقدام. طب حضرتك الاصابات في يعني الاصابات في اماكن تموت، ولا الاصابات ان هي ممكن يعجزوا عشان ما حدش يشكك عليهم رطوبه ولا حاجه؟ لا لا لا، الاصابات جايه في الضلوع وجايه في عند القلب وجايه من اهو، جايه عند الرقبه، وفي حاجات في الدماغ كمان. في حالات وفي حالتين داخلين ضايع اساسا، في حاله داخله ضايع. يعني ممكن حضرتك تقول ان هي ممكن تكون قنص، يعني ده ضرب قنص، يعني قناصه مش ضرب ناس عاديه؟ لا، القناصه على فكره بتبقى هي ممكن تحت الدماغ بس. تمام. اللي احنا نقول عليها قناصه. تمام. يعني اكتر دخل لكم كام حاله النهارده؟ لكن الطلق الناري اللي هو مفجر جوه دوت عامل من الكبد الكلى كله الدنيا كانت ضربه جامد. يعني حضرتك النهارده شفت تقريبا كام حاله؟ والله الاسامي كلها مع الحالات اللي ضاي هنا اثنين، والحالات اللي حولناها بره اللي ممكن تضاي وهي ماشيه في حدود سته سبعه، وباقي بقى يعني ربنا يستر عليهم غيرنا لهم مشي.